العوافي ومساء الخير لكل الشباب والصبايا بلبنان وبلاد الاغتراب. اليوم طالع بشكل استثنائي بهذا التوقيت لاعمل هيك، بحق لي اعمل مؤتمر صحفي. يعني شفته اليوم، ما بدنا نحكي عن امبارح شو صار بالام تي في وعن الكذب اللي عم بيطلع كل تكه من الاعلام الماجور ومن الابواق الماجوره يلي بتدفع حق الموقف، تقبض حق الموقف لحتى تعلنه. بدي احكي عن اللي صار بمؤتمر، ما سمي بمؤتمر اليونسكو من اجل المحافظه. هي بتحسوا انه السياده اللبنانيه، ما تبقى من السياده اللبنانيه، عم تنفض بكرتها بصراحه. يعني مجلس اداره مكون من رئيس مجلس اداره اجنبي، يعني رئيس مجلس اداره فرنسي، مدير عام مفوض بالتوقيع السعودي، الأعضاء مجلس الإدارة كلهم سوا تشكيلة أجنبية من كذا دولة بالعالم، والحضور فقط لبناني. يعني حتى الهيئة العامة أو الجمعية العمومية تبعيت هيدي الشركة منا لبنانية، وبالتالي القرارات اللي بتصدر عن مجلس الإدارة يجب على اللبناني أن ينصاع لها. صراحة كلبناني يعني الواحد بحس بقديه في خرق لسيادة لبنان. والدليل مثلا بيطلع السفير السعودي، يعني مش داعي له شخصية لبنانية او مسؤول لبناني رسمي، مش داعي لهذا المؤتمر بالذكرى شو 33 لاتفاق الطائف، كأنه هيدا الاتفاق اصلا اللي عم بيحكوا انه عم بيحافظوا عليه كأنه نفذوا شي بند من بنوده. ما بعرف شو كان منعهم كلها 33 سنة لحتى ينفذوا هيدي البنود، مع انه فيه بندين كتير مهمين، انشاء مجلس الشيوخ والغاء الطائفيه السياسيه. بدي اقول شغله بس قبل، تعرفوا ليه لبنان سيادته منتهكه على طول؟ لانه الطوائف والمذاهب في كل طائفه وكل مذهب معلق بكرعوبه مثل ما بيقولوا. يعني طائفه الفلانه مرجعة بالمرجع الديني او المرجع السياسي اللي برا، الطائفه الفلانه مرجعة مدري وين بأي دولة بغياهب التاريخ، المذهب الفلاني مرجعه كلهم برات الحدود. لو أصلا عن جد بده يصير في مواطنة حقيقية منتجه للدولة العلمانية اللي حكى عنها فخامة الجبل. مين ما شارك يشارك، خيي مين ما شارك. أنا ما بحكي عن المشاركين، ما هودي المشاركين مين ما كان يكونوا، يعني إن كان نواب من هاي المال ولا نواب من هالمال او مسؤولين من هاي المال او مسؤولين من هالمال. عم بحكي عن مبدا السياده اللبنانيه، ما عم بحكي عن المشاركه. مثل ما قلت باول الفيديو، المشاركين ما هن حتى منهم بالجمعيه العموميه، يعني مش هن اللي بيقرروا للاسف. يعني السياده اللبنانيه عم تنتهك بطريقه لانه تركيبتنا طائفيه وتركيبتنا مذهبيه، واصلا عملونا هيك لحتى يضل التدخلات السياسية الخارجية علينا، لحتى يضلوا قرروا برا شو لازم ينعمل جوا. ولاحظوا كل مطرة، كل فترة، كل مفرق بالتاريخ، كل 10 سنين أو 15 سنة بيصير في تسوية خارجية لحتى ينفذوها بلبنان. ليش فكركم انه هالقد لبنان بيضل في تسويات خارجية غير انه لانه تركيبتنا طائفية ومذهبية؟ لأنه لبنان نقطة جغرافية كتير مهمة، وهيدي كتير بتشدد عليها. هيدي النقطة الجغرافية المهمة هي المفتاح، إن كان للمشرق ولا إن كان لدول الخليج، وهي المفتاح بين الشرق والغرب. على هيدا الأساس قصد عملولنا تركيبة 1860. أول شيء عملوا نظام القائم مقيميتين سنة 1840 بعد انكسار المير بشير الشهابي من عدة دول من برا. ما زبطت القائمة المقامية، عملوا نظام المتصرفية، وكلها كانت تجي من بعد مجازر ترتكب بلبنان، يا أما بين الموارنة والدروز، يا أما بين الإسلام والمسيحية، يا أما بين الإسلام ببعضهم، يا أما بين الدروز ببعضهم، يا أما بين المسيحية ببعضهم. أول مجزر صارت بال 1840، نعمل نظام قائم مقاميتين، رجعوا عملوا مجزرة جديدة من بعد ثورة الفلاحين سنة 1860، أدى كمان التدخل الخارجي إلى إيجاد تسوية، عملوها نظام المتصرفية. خضعوا جبل لبنان لحكم نظام المتصرفية، أما بقية المناطق بقيت للسلطنة العثمانية. رجع
بال 1915 انعقد مؤتمر سايكس بيكو، وهيدا المؤتمر كان هدفه تقسيم ورثة السلطنة العثمانية اللي هي مش لها اصلا، يعني اللي كانت محتلة الاراضي ان كان بالمشرق ولا بافريقيا، وعلى هذا الاساس عملوا دولة لبنان الكبير. من بعدها لما ما نجحت الامور بعهد الانتداب الفرنسي عملوا سنة 1943 وعملوا المساء الوطني الكذبي، يعني لبنان بجناحين، جناح مسلم وجناح مسيحي، ما قالوا مثلا لبنان بجناح واحد اللي هو الجناح المواطني اللبناني، يعني كرسوا الطائفية والمذهبية بمساء وطني، سموه مساء وطني هو مساء طائفي لا أكتر ولا أقل، يعني ما حدا يتباهى فيه. المساء الوطني هو مساء تكاذب بين مجموعات سموها لبنانية قاعدين بأراضي الجمهورية اللبنانية، وقعدوا يكذبوا على الناس ويكذبوا على بعضهم، وتقسموا الجبنة بوقتها بين الموارنة والسنة، وإلى حد أقل مع الشيعة والدروز. بالتالي فرطت هذه المساء الكذبة، فرطت، صارت ثورة 58 اللي هي منا ثورة، هي فقط من أجل ضرب الميثاق الكذبي اللي صار سنة 43، وعلى أساسها بتعرفوا صارت يعني من بعد ما صارت الحرب الإسرائيلية العربية واللي على أساسها أنشئ كيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة، وعشنا عم ندفع الثمن من سنة 49 لحتى وصلت سنة 1975، بس وصلت 1975 انفجرت، لأنه بدهم يفجروا هذه الصيغة اللي ما بطلوا اللي بطلوا موافقين عليها. على هالأساس صارت الحرب بلبنان، واجت تسوية الطائف سنة 90 اللي هلأ عم يحتفل فيها سفراء دول العالم وليس لبنان، بس اللبناني جايبينهم للديكور وللموزايك مين ما كان حضره، لأنه كلمة الحق لازم تنقال بهذا الموضوع، وبيعلن عن الاحتفال عن قص الجبن مجددا السفير السعودي البخاري يلي بيطلع بيقول بكل ازدراء للمسؤولين اللبنانيين وللشعب اللبناني، لو في كرامة لك أصلا، لو في كرامة، لو أصلا وقفوا على كلام العماد عون اللي ما رفض اتفاق الطائف، رفض الفاصل باتفاق الطائف، وخاصة فيما يتعلق بانسحاب الجيش السوري وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان يلي كان مموى ويلي ربط الانسحابين ببعضهم. وكلكم بتعرفوا يعني حتى يعني المسؤولين اللبنانيين اللي ما قبل الطائف واللي ما بعد الطائف لسنة 2005 كانوا قبل الانسحاب، إذا بتتذكروا لما قررت إسرائيل تنسحب من جنوب لبنان سنة 2000 تحت ضغط المقاومة، طلع مين يقول؟ الرئيس سليم الحصبي وقتها طلع يقول نرفض الانسحاب من طرف واحد. شو يعني؟ بتعرف شو يعني معناتها؟ يعني متفقين وقتها بين بعضهم لحتى إذا إسرائيل بدها تنسحب لازم تنسحب مع سوريا، أو إذا سوريا بدها تنسحب لازم تنسحب مع إسرائيل. ونبيه بري بالتحديد بيطلع بيقول شو هالبدعة هيدي، لازم يكون الانسحاب من الطرفين، يعني اثنيناتهم مكبشين بوجود الاحتلال الإسرائيلي وبوجود الوصاية السورية، لأنه مصالحهم بيندق فيها، لأنه استاتيكو هن كانوا بيتمنوا، ما في غير المقاومة كان بوقتها عم تقاوم إسرائيل، بقت ما تبقى كلهم راضيين بهيدا استاتيكو، انسحاب من طرف واحد ممنوع. معلش الواحد يعني منه أنا ما عندي ذاكرة مثل ذاكرة السمك، كل الوقايع مذكرها مزبوط وبتحكي بحذافيرها الحقيقة مثل ما هي. بيطلع بيقول البخاري، يعني شي بيشرف عن جد، شي بيشرف يا عيب الشوم، فرنسا أكدت لنا أنه لن يكون هناك أي نية أو طرح لتغيير اتفاق طائف. كأنه يعني عن جد مثل التوصيف اللي قلته، كأنه لبنان مجلس إدارة أو شركة أجنبية مسجلة بس ببيروت بالسجل التجاري، بينما رئيس مجلس الإدارة فرنسي، مدير العام مفوض بالتوقيع سعودي، والأعضاء كلهم بتتذكروا باتفاق طائف، أعضاء المجلس الإدارة أمريكا، سوريا، غطاء إسرائيلي بالتأكيد، لأنه ب 13/1990 ما صارت إلا بغطاء إسرائيلي، والمنفذ يعني البواب عليها، أو ما تخزوني مع احترامي لكل المهن، يعني مع مهنة البواب، بس عم بحكي بتوصيف سياسي، البوابين عليها مين كان؟ البطرك صفير، سمير جعجع اللي هن غطوا لاتفاق الطائف،
واللي نفذ فتحت الباب على اتفاق طايف هن نواب الصدفة اللي راحوا لهونيك، واللي كان همهم الوحيد كيفية إزاحة العماد عون من قصر بعبدة لتأكيد التسوية الجديدة اللي سموها تسوية اتفاق طايف ووثيقة الوفاق الوطني. لا، والأنكى انه هيدي الوثيقة والمحاضر تبعيتها قال موجودة مع حسين الحسيني وممنوع حدا يطلع على المحاضر. تعرفوا ليه؟ لأنه بيّن التكاذب والدجل بقلب اتفاق الطايف، وبيّنت الأوامر مين كان عم يعطيهم إياها الأوامر، إن كان بس السعودية ولا الأمريكية ولا السورية ولا الإقليمية ولا الدولية. ما بدهم يفضحوا حالهم بهيدي المحاضر، وأصلا ما قالوا حق حسين الحسيني هيدي المحاضر تبقى معه. شو هي ملكك أنت؟ ملك بيّك أو ملك نبيه بري أو ملك أمين جميل أو ملك ليس الهراوي؟ هيدي المحاضر تعود لأرشيف الدولة اللبنانية، ولك ضببها بالخزنة وممنوع حدا يطلع عليها. ليه؟ لأنه مفضوح بطرس حرب، جورج سعادة، كل النواب الصدفة اللي راحوا لهونيك مفضوحين كيف كانوا عم بيزيدوا على بعضهم ليتنازلوا عن صلاحيات رئاسة الجمهورية. كلهم كايب العماد عون، وبعدها لهلأ انكاي مستمرة. النكد كله هيدا اللي حكوا عنه هن اللي اعترفوا فيه. ما في إلا بيير دكاش الله يرحمه، بيير دكاش وبفتكر مخيبر، ألبير مخيبر الله يرحمه، بفتكر ما راح ألبير مخيبر، بس إنه المرحوم بيير دكاش ما قبل هيدا الشيء. بس هيدا المحاضر بتفضح وسخطهم، وبتفضح كيف كانوا عم بيتسابقوا مين بده يتنازل عن سيادة لبنان. أصلا دستوريا يا حضرة السفير البخيري، بالدستور السابق لاتفاق طايف كان بيمنع على مجلس النواب ان يجتمع خارج قبة البرلمان، فكان بالحري مش بس خارج قبة البرلمان، خارج الجمهورية اللبنانية على اراضي دولة تانية راحوا على الطايف. وعلما كمان دستور ما قبل الطائف هيدي للاجيال تعرفها، لانه انا معود احكيهم الحقيقة مثل ما هي وخليهم يتنبهوا لهيدي الاشياء. دستور ما قبل الطائف كان عقد المعاهدات فقط منوط برئيس الجمهورية، هو الذي يفاوض بوقته وهو الذي يوقع هذه المعاهدات وهو الذي يبرمها ويطلعها على مجلس الوزراء حينما يشاء. فطلع مجلس النواب وعمل عمل معاهدة على أساس كانوا رايحين يعملوا اتفاقية فيما يتعلق بوقف النار، ولحتى يلاقوا آلية للتحاور على أساسها، مش على اساس رايحين يعملوا اتفاق سموه اتفاق الطايف وروحوا يتقاسموا على الجبنة اللبنانية ويصيروا يسلسلوا مين عنده صلاحيات ومين منشيل منه صلاحيات ومين منضف له صلاحيات، ورجعوا كرسوا النظام الطائفي والمذهبي تكريس خطي هالمرة، لانه كذبة المساء الوطني ب 43 كانت عرفية ما مكرسة انه رئيس الجمهورية ماروني ورئيس الحكومة سني ورئيس مجلس النواب شيعي. كانوا عرف، كانوا اتفاق عرفي منهم مكرسينا بنصوص دستورية. باتفاق طايف اتكرست هذه النصوص دستوريا بحسب المادة الميثاقية، المادة 95 منه للدستور، اللي بتقول تبقى مراكز الأولى في الدولة وظائف الدرجة الأولى مناصفة إلى حين إلغاء الطائفية السياسية. يعني الرئيس ماروني، رئيس مجلس النواب شيعي، ورئيس الحكومة سني. وعلى هذا الأساس راحوا بهيدا المحاضر عم بيتسابقوا مين قابض أكتر ومين مرتشي أكتر ومين ترقينه سحسح أكتر. وشوفوا المقاربة، بوقتها الرئيس عون كان رئيس حكومة عسكرية انتقالية، على أساس المبادرة العربية، تتذكروا كمان وقتها صار في مبادرة يعني اللجنة السداسية يلي أقرت من برمانة، كان عائدة اجتماعاتها ببرمانة سنة 89، أقرت أنه هناك اعتداء سوري على لبنان من خلال حرب التحرير اللي صارت، وقامت القيامة غيروها السعودية بمعية الأمريكان وعملوها اللجنة الرباعية لقلصوها، لأنه بتتذكروا وقت السفير العراقي اللي هو كان باللجنة السويدسية وطلع فقع التصريح الشهير بوقتها أنه هناك اعتداءات على لبنان من قبل السوريين وليس من قبل الجيش اللبناني بقيادة العماد عون. الأمريكان والسعودية زبطوها وعملوا نزلوها للجنة رباعية، وبالتالي صار انبسقت عنا اللجنة اللي بدها تحكي عن اتفاق الطايف، علما أنه رئيس الحكومة العسكرية أنا ذاك
الرئيس ميشيل عون جاب النواب على اساس هني رايحين يعملوا مثل حوار لوقف اطلاق النار للتسويه مع سوريا بهذا الموضوع، راحوا عملوا معاهده سموها اتفاق الطائف او معاهده وثيقه الوفاق الوطني. هاي بوقتها بيطلعن على قصر بعبده للنواب اللي كانوا بالمنطقه الشرقيه انذاك بين هلالين، بحط يا عايب الشوم عليهم، لك يا عايب الشوم ليك من وقتها كيف اني بحط لهم ايديهم بيقول لهم احلفوا على الانجيل والقران، بحط لهم نسخه عن القران ونسخه عن الانجيل. ونحن كنا موجودين وقتها ببيت الشعب، بمنطقه بيت الشعب لانه كنا مربضين فوق، بحط لهم الانجيل والقران وبيغطي لهم ايديهم بالعلم اللبناني، بيقول لهم احلفوا بالانجيل والقران وبالعلم اللبناني انه ما بتروحوا بتخونوا لبنان هونيك، وما بتقرروا اشياء بتتعلق ما لها علاقه بصلاحيه مجلس النواب. الكذاب شو بده؟ الكذاب لحتى يزمط بريشه بتقول له حلف، ما بيحلف بالكذب، حلفوا وراحوا قبضوا وساعات رولكس من دون فاتوره، لانه عارفين السعوديه انه هول الرتش اللي راحوا له على الطايف اذا عطيون ساعه الرولكس بفاتوره بيروحوا ببيعوها، بلا فاتوره ما راح يشتروها منهم او بتصير تنباع بسعر ارخص بكثير من حقها. راحوا خانوا، مش هوني مش عم بحكي لانه تشلحت صلاحيات رئيس مسيحي، لا عم بحكي رايحين تتقاسموا لتبيعوا تشتروا، او رايحين تأتمروا برا لحتى تعملوا تسويه. امتى بدنا نطلع من ذهنيه 1840 ومن ذهنيه 1860 ومن ذهنيه 1915 ومن ذهنيه 1958 ومن ذهنيه 1975 ومن ذهنيه 1969 وقت اتفاق القاهره ومن ذهنيه اتفاق الدوحه؟ جاي البخاري يقول يعني بكل وقاحة، اصلا انا ما بحمله مسؤولية للبخاري، المسؤولية تقع على عاتق الدمى اللبنانية اللي موجودين بالسلطة، مشان هيك اني كانوا عم يحاربوا الرئيس ميشيل عون. وهيدا اللي عم نحكيه واللي عم نفهمه للناس اعتبارا من 17-20-2019، عم نميز بين مين بده الدولة اللبنانية تكون ذات سيادة وتفرض سيادتها على ارضها وتمنع السفرة من التطاول على هيدي السيادة. يعني معقولة بيطلع سفير بيقول هيدا الكلام؟ بيقول أكدت لنا فرنسا أن لا يوجد نية أو طرح لتغيير اتفاق طايف؟ لك ما بتستحوا على حالكم، ما بتستحوا أنتوا الموزايك اللي نزلتوا، مين ما كان يكون ما فرقاني معي إذا كان نازل حدا من نواب التيار أو نواب حركة أمل أو نواب حزب الله أو نواب الاشتراكي او نواب سمير جعجع او نواب الكتيب او سليمان فرنجيه. مش هون المشكله، المشكله نازلين انتو موزايك لتزقفوا لهودي لنحر وفض بقاره ما تبقى من السياده اللبنانيه. ولك دعانه الرئيس عون بهيك رتش سياسي بهيك منظومه فاسده. اجاكم شانس ما بيتكرر ولا بألف سنه، اجيكم شانس ما تكرر الا مره واحده من ايام فخر الدين الثاني الكبير، واجا رئيس جمهوريه اسمه ميشيل عون. حاربتوه مثل ما حاربتوه سنه 89 وشلحتوا صلاحيات رئاسه الجمهوريه ليكون في راس واحد بالدوله اللبنانيه، نكايب ميشيل عون، ورجعتوا وقفتوا بال 2016 وخاصه بال 2019 ضد الرئيس العون نكايب فيه لا اكثر ولا اقل. وهودي الذميين المسيحيين كانوا مستعدين يتنازلوا، مستعدين يتنازلوا. هلا مش عبرر للنائب قلاع عون، نائب قلاع عون نزل لانه اندعوا، بالتالي نكاية في يعني مثل واحد بتقول له مثلا مثل واحد اوجي بيطلع بيقول لك نكاية فيكم احنا مع نبيه بري، يعني ما هيدي هي العقليه، هيدا ما عم يكذب وهيدا ما عم يبالغ، هن عايشين على النكد السياسي هيك. فإذا السياسيين هيك كيف بده يكون الشعب؟ عم بيقولها بمقتنع فيها، نكايب الطيار ونكايب العونية، أنا مع نبيه بري ضدكم. مش قصة طائفية أو مذهبية، قصة إنه ما بقى بدهم رجال دولة تفرض السيادة اللبنانية وتتمارس على أرض لبنان من دون الرجوع إلى السفرات وإلى السفراء وإلى المبادرات الدولية من أجل وضع خطط معينة أو وضع بنود معينة لينفذها اللبناني. يعني شو معناتها مؤتمر اليونسكو اليوم
اللي قوموا الموتى من القبور وجابوا كل هالرتش اللي كان باتفاق الطائف جابوه. معلش الاخضر الابراهيمي جاي عم بيحكي انه اتفاق الطائف خلص اللبنانيين من الحرب الاهليه، مش مظبوط هذا الكلام. الاخضر الابراهيمي كان وقتها رئيس اللجنه العربيه وقتها بالمفاوضات، بيطلع لعند الرئيس عون على قصر بعبدا بيقول لما اكل عنده اكل مجدره وسلطه، قال لهم افكر غداء مع اشرف انسان. هلا بلعها رجع هلا عم يبلعها لانه كل المصالح بتعرف كيف بتصير. هلا جايين يكرسوا يقولوا لهم يعني بيقولوا لهم هيدا النص وبدكم تنفذوه. مين اللي منع تنفيذ اتفاق الطائف من سنه 92؟ هيدا دليل على انه اتفاق الطائف انعمل نكايب الرئيس ميشيل عون بس لا اكثر ولا اقل. وبعدين ما في حرب الاهليه بلبنان، كانت حرب الاخرين على ارضنا بس. نعم هناك فكر طائفي ومذهبي. الحرب بلبنان صحيح هي حرب الاخرين على ارضنا، ولكن عبر الطوائف والمذاهب اللي هي قطعان من المعزة. امتى بدنا نخلص منه هيدا النظام؟ قال لا خيفان السعودية تغير اتفاق طائف. لك شو لك علاقة انت بموضوع داخلي لبناني لو ما هودي القطعان المعزة الطائفيين والمذهبيين انتو كرستون باتفاق الطائف لحتى تضلك انت وغير دول متحكمين باللعبة اللبنانية ومتحكمين بالسياسة اللبنانية. بتعرفوا ليه بدهم يضلوا متحكمين؟ لحتى الصندوق الوطني السيادي تبع الغاز والنفط يكون خاضع لألهم وخاضع لتجديد هيدي المنظومة الفاسدة فكرهم. امتى بدك توعى يا الشعب اللبناني؟ ما بقى بدي سميك رتش، عم بحكي عن رتش، ما بقى بدي سميكم رتش، بدي احترم لكم مشاعركم. خيي يمكن عم بياخد على خاطركم للي بسميهم رتش انه طيب بدك ايانا نجي على حقيقتك، وقف تقول عنا رتش. ما رح اقول عنكم رتش. امتى بدكم تطلعوا من فكر القطعان المعز الطائفي المذهبي اللي رايح بيسلم مثل عم بيسلم لبنان كأنه عروس ما إلى قرار بأنها تتجوز فلان أو علان وإخدع مأخودة على العرس بغصب عن رقبتها؟ هيك الوضع اليوم بمؤتمر اليونسكو، لبنان هو العروس المخطوفة المأخودة رغما عن إرادتها لحتى تتجوز بصريح العبارة. اجا شخص اسمه ميشيل عون ليعلمكن على السيادة، وقفتوا بوجهه ومكيفيه لانه ما بدكن رجال دولة، لانه اللي عملوا عفو عام عن حالهم سنة 91 يا شباب وصبايا من كل الطوائف والمذاهب والقطعان ومن كل المشارب السياسية والتوجهات السياسية والحزبية. انت يا ابن حركة امل، وانت يا ابن القوات اللبنانيه، وانت يا ابن المرده، وانت يا ابن الاشتراكي، وانت يا ابن ما تبقى من المستقبل، وانت يا ابن طرابلس، وانت يا ابن جوني، وانت يا ابن بعبده، وانت يا ابن بيروت، وانت يا ابن زحله، وانت يا ابن بعلبك، انت يا ابن نبطيه، انت يا ابن الضاحيه، انت يا ابن اقليم الخروب، انت يا ابن البقاع الغربي، البقاع الشمالي، البقاع الشرقي، انت يا ابن الجبل، انت يا ابن بشري ويا ابن صغرته. لكيف بتقبلوا على حالكم يتم التحكم فيكم بهالطريقة؟ بدهم يثبتوا اتفاق الطائف وعدم المساس فيه. ليه؟ شو يعني عدم المساس؟ شو هو انجيل او قرآن منزل؟ اتفاق النصوص الدستورية الدساتير والقوانين خلقت لخدمة الانسان وليس العكس. الانسان منه بخدمة الدستور والقانون، الانسان بينفذ القانون والدستور، ولكن عندما يستعصي على الحالات اليومية للانسان بنص قانوني جامد بدك تطوره لتطور البيئة الاجتماعية ولتطور النظام السياسي ولتطور الحياة السياسية. فهودي اللي عدتهم يا أبناء لبنان، كيف بتقبلوا وكيف ساكتين؟ ولعيب عليكم، عيب عليكم كيف ساكتين. بيجي ناس من برا عاملين لك لبنان مجلس إدارة، هن رئيس مجلس الإدارة مفوض بالتوقيع وأعضاء مجلس الإدارة من برا، ولبنان مثل العروس اللي جاي مخطوفة ومسلوبة إرادتها لتوافق على فض بكرتها رغما عن إرادتها وبدون ما حدا يفتح تمه. شفتوا ليه نحن معه لآخر نفس للعماد عون؟ شفتوا ليه؟ طيب كيف أنت كلبناني بتقبل شو ما كان مذهبك وطائفتك ودينك يا
كيف بتقبل يتحكموا فيك؟ وبيجوا بيزرعوا لك براسك، ساعة بيقولوا لك الاحتلال الإيراني، ساعة بيقولوا لك الاحتلال الموزمبيقي، ساعة بيقولوا لك ما احتلال مدري شو، وهو ما في احتلال إلا يلي عم بيمارس هيدا الدور. لك يا خي افترض، قال السفارة السويسرية دعت لعشاء حواري، قاموا لقيام عليها وتحرك السفير البخاري كأنه الدعوة للحوار اللبناني كأنه هيدا بمس بسيادة المملكة العربية السعودية، وليه سكتوا ما حدا فتح تمكن. طيب كيف بتقبل انت يدعي لمؤتمر بيونسكو بيقوموا عليها للسفارة السويسرية؟ طيب افترضوا معي، رح اسلم جدلا معكم على سبيل النكتة، افترضوا السفير الإيراني، انتبهوا هلأ اللي بيسمع بيقول عم تدافع عن إيران وزلمة إيران، لا يا حبيبي، لا بقبل لا بسفير إيراني ولا بسفير سعودي ولا بسفير أمريكي ولا بسفير فرنسي ولا بسفير تتري ولا بسفير روسي يتحكم بشؤون دولتنا. بس افترضوا اجا السفير الإيراني دعا لهيك مؤتمر، شو كان صار؟ شو كان صار؟ حدا يفسر لي. كان صار مجازر بالدولة اللبنانية، كان صار مجازر بين المذاهب والطوائف القطعان اللبنانية. لأمتى بك بضلكن هيك؟ لأمتى؟ على كل حال الحقيقة رح نضل تنقال كل يوم، ومن هلأ إذا الله عطاني عمر لثلاثين سنة رح ضلكن كل يوم تسمعوا صوتي كل يوم. كيف بتقبلوا مجلس سفراء يجي يدعي لمؤتمر بيتعلق بلبنان وبيمنع تغيير نصوص دستورية من أجل تطوير النظام السياسي؟ كيف بتقبل يا هالشعب القطعان اللي كنت قطعان من سنة 92 ولهيدي المنظومة اللي انعملت عن حالة، عملت عن حالة عفو عام وسرقتك ونهبتك وما طبقت اتفاق الطائف وما عملت إلغاء الطائفية السياسية وما عملت مجلس الشيوخ، شيوخ مجلس الشيوخ شي مهم شي مهم. كيف بتقبل على حالك؟ كيف يا خي كيف بتقبل على حالك؟ ليه السني بده يكرعوه معلق بالسعودية وبده تاخد قرار عنه؟ ليه الشيعي قسم منه بده يكون بسوريا وقسم منه بده يكون بإيران؟ ليه الماروني أو المسيحي قسم بروسيا وقسم بالفاتيكان وقسم بأمريكا وقسم مدري وين؟ ليه العلوي بده يكون مرجعه بالنظام بسوريا؟ ليه الدرزي بده يكون مرجع قسم منه بإسرائيل وقسم منه ساعة بسوريا وقسم منه ساعة ببريطانيا عبر التاريخ؟ لأنه البريطانية إخواننا الدروز أو المزعمين عليهم ما كان عندهم مرجعية بالشرق، ساعة على روسيا ساعة على بريطانيا. ليه الدرزي بده يكون قسم منهم بروسيا وقسم منهم ببريطانيا؟ وليه ما منكون كلنا سوا بلبنان؟ ليه؟ ليه ما بيكون فكرنا لبناني؟ ليه ما بتكون المواطنة بلبنان؟ ليه بدي يكون أنا حاطط علم تركيا أو علم السعودية أو علم أمريكا أو علم فرنسا أو علم إسرائيل أو علم سوريا أو علم إيران؟ إمتى بدي يكون في الذهنية اللبنانية؟ أنا إذا مرجعي الروحي كديني بالفاتيكان هيدا مرجع لازم يكون بس مرجع ديني ما له علاقة بوطنيتي، وإذا كان مرجعي بقم أو بالنجف هيدا مرجع روحي ما له علاقة بوطنيتي وبلبنانيتي، وإذا مرجعي بالرياض أو بمكة هيدا مرجع روحي فقط ما بخليه يأثر على الوضع السياسي بلبنان. لأمتى؟ وبيطلع بحاضر واحد مثل بطرس حرب وواحد مثل مدري مين يطلعوا يحكوا عن اتفاق الطائف ويطلعوا يحكوا عن عروبة لبنان؟ لا شرق ولا غرب ذو وجه عربي ذو انتماء عربي، وهيدا بيقلك فينيقي وهيدا بيقلك مدري شو، ولي وصلوا على على ولي عيب عليكم، ولك عيب عليكم بقى، ولك بيكفي بيكفي قديه عم يضحكوا عليكم برا يا لبنانية، عم يضحكوا عليكم والله العظيم، بيتمسخروا عليكم، بيقولوا ولك حدا بيطلع بيقول انه فرنسا عم بيحكي عن لبنان، سفير اجنبي مش مسؤول لبناني، لو مسؤول لبناني نص مصيبة، بيطلع سفير اجنبي سفير سعودي بيطلع بيقول تعهدت فرنسا انه ما يمس اي تغيير باتفاق الطائف؟ لكيف بتقبلوه على حالكم؟ كيف؟ ليش انا بدي بضلني متمسك بنبيه بري؟
اللي انعطى فرصة 30 سنة لينفذ اتفاق طايف، اللي انعطى فرصة 30 سنة لحتى يصلحوا الدولة، هو ورفيق الحريري ووليد جنبلاط والزمية اللي حطوه الموزايك معهم من مسيحيين. ولي ما بتحس على راسك؟ ما بتحس انك انت عم تنفض بكارة سيادتك وعم تنفض بكارة كرامتك؟ هلأ بيطلع كتائب من مال، وبيطلع أوجي من مال، وبيطلع مستقبلي من مال، وبيطلع اشتراكي من مال، وبيطلع مرضي من مال، وبيطلع حركة من مال. هيدا بيقلك شو ما قلت عن نبيه بري نحن معه للموت لأنه زعيمنا، لأنك غبي. وهيدا اللي بيطلع بيقلك شو ما قلت عن سمير جاجة نحن معه للموت لأنك غبي. وين لما تكون معه بالموت لما بيجي بينفرض عليك قرارات من برا؟ وينك بتكون؟ وينك؟ لأمتى بكون دلكم مطمسين على عقلاتكم وبتفكروا انه انا لما اطلع احكي عم بطلع انه والله لانه انا مسيحي ماروني او لا؟ لا حبيبي، لانه عم بحكي الحقيقة. انا فرقاني معي ماروني يعمل رئيس جمهورية او شيعي يعمل رئيس جمهورية او سني او تتري او درزي او علوي، ما فرقاني معي. شو معيار الوطنية؟ هو بانتمائك لطايفتك؟ معيار الوطني هو بانتمائك للبنان؟ تخيلوا دولة عندها كذا مفهوم للسيادة، او بالاحرى شعب وسياسيين عندهم كذا مفهوم للسيادة. يعني اللي بيعتبروا انه اسرائيل منا محتلة مفهوم للسيادة انه اسرائيل منا عدوة، ويلي بيعتبروا اسرائيل عدوة مفهوم للسيادة بس اسرائيل عدوة والباقي الاصدقاء والاشقاء اللي بيتدخلوا بلبنان لا منهم اعداء. ما بيصير تعمل مقارنة بين بعضهم. لا، اللي بيمشي مع اسرائيل ضد مصلحة دولته، اللي بيمشي مع سوريا ضد مصلحة بلده، اللي بيمشي مع السعودية ضد مصلحة بلده، اللي بيمشي مع ايران ضد مصلحة بلده، اللي بيمشي مع تركيا ضد مصلحة بلده، اللي بيمشي مع مصر ضد مصلحة بلده، اللي بيمشي مع فرنسا ضد مصلحة بلده، مع امريكا ضد مصلحة بلده، مع روسيا ضد مصلحة بلده، هولي كلهم مثل بعضهم بنفس الميزان بينحطوا بنفس الميزان. مش لانه اسرائيل عدوة منعتبرها عدوة بينما الأشقاء بيتدخلوا بشكل سافر، ولك حتى حاجب بالقصر الحكومي ما بيتعين إلا بموافقة السفير السعودي حاجب. وهيك صار له لبنان من سنة 43، رئيس الحكومة ما بيتسمى إلا إذا طلع القرار يا أما من الرياض فترة، يا أما من القاهرة فترة، يا أما من دمشق والرياض فترة، سين سين وسين إيران وسين مصر أو سين أمريكا أو سين سين فرنسا. لأنت بده يصير في عندك حس بالانتماء الوطني. كل دولة بتتدخل بشؤونك، كل دولة أنت لو كانت شقيقة أو لو كانت صديقة أنت بتنصرها لنصرتها بلبنان ضد مصلحة بلدك وضد مصلحتك، هيدا اعتداء على سيادتك. مشان هيك نحن بالمدرسة العونية ما منتقبل فكرة أن يكون لدينا مراجع خارج الحدود. مشان هيك المدرسة العونية ما بتتقاضى أموال من الخارج، لأنه الأموال اللي بتجيك من الخارج عم تؤمرك وعم بتخليك تنفذ مخططاته، لأنه ما بقى بتقدر تقول أنا رأيي حر أو قراري حر. مشان هيك نحن منحس حالنا مقاومين بطبيعتنا مع المقاومة ضد العدو أو ضد الإرهاب. مشان هيك كل حركة مقاومة بالداخل اللبناني منحسها نحنا. مشان هيك إذا إيران عملت مذكرة توقيف على شي مسؤول لبناني، أو سوريا عملت مذكرة توقيف على شي مسؤول لبناني خصمنا، أو السعودية عملت مذكرة توقيف، أو هانت حيلا مسؤول عنا حتى لو كان ضدنا بالسياسة منوقف معه. مشان هيك جنرال عون وقف مع وليد جنبلاط لما حركوا له مذكرة توقيف بسوريا. طيب افترضوا عمل السفير الايراني دعا لهيك مؤتمر بكل بساطة، شو كان صار بلبنان؟ لأنت بدكم تضلكم حاطين معصمين عيونكم وما بدكم تقشعوا وما بدكم تسمعوا وما بدكم تفهموا؟ لأنت
لامتى؟ امتى بده يصير عنا انتماء للبنان من دون الانتماء للطائفه وللمذهب وللدين؟ الدين لله خيي، خلصنا من الدين ومن خرافات الاديان. بدنا نعيش بدوله تحترمنا ونحن نحترمها. بدنا نعيش بدوله قوانينها متطوره، دستورها مرن مش جامد، بيتعدل بحسب مقتضيات الحاجه الاجتماعيه والسياسيه والثقافيه والحياتيه بلبنان. مش اذا بدنا نعدل حرف بدستور الطائف بدنا نجيب موافقات كل سفر العالم لحتى نعدل حرف. لامتى؟ لامتى بده تفهم انه اللي حكموك بقانون عفو عملوا عن حالهم هن اللي سرقوك؟ امتى بدك تفهمها هي؟ امتى بدك تبطل تقول بالروح بالدم نفديك يا نبيه، او بالروح بالدم نفديك يا وليد، او بالروح بالدم نفديك يا سمير، او بالروح بالدم نفديك يا ميشيل، او بالروح بالدم نفديك يا سليمان؟ لامتى؟ لا يا خيي، مش بالروح بالدم بدك تفديه، هو بده يفديك بروحه ودمه لحتى يعمل منك شعب راقي. مش انت اللي بدك تفديه، وجوده السياسي ما تطبط فيك لانك انت موجود. اذا انت مش موجود مين بده يحكم؟ انت اللي بتخليه موجود بالسلطة، مش العكس. مش الزعيم بخليك موجود بالسلطة، انت اللي انت سبب وجوده للزعيم بالسلطة. لامتى هني بدهم يقولوا لك بالدم وبالروح نفديك يا شعبنا؟ ما في الا ميشيل عون، الجبل اللي قال انا بدعيكم، مش دعيكم، عزمكم على وليمه على عشاء، انا عزمكم على التعب. بدكم ياني اتعب عنكم؟ كملوا معي، ما بدكم بروح بقعد ببيتي. المسؤول الوحيد اللي قاله بالدوله اللبنانيه، والمسؤول الوحيد كيف ثاقبت، هو اللي عم بيقاتل على كل الجبهات من اجل فك الاحتلالات على لبنان والارتهان الخارجي وارتهان السيادة وفض بقارة هذه السيادة من قبل الخارج. اوعى تفكروا الملامة بتروح على السفرة او الدول الخارجية، الملامة على القطعان الطائفية والمذهبية اللي عنا بلبنان، لان هي السوس اللي بتدخل التدخلات الخارجية عنا. مين قادر يفرض علينا شيء اذا نحن كنا قلب واحد وفكر واحد ومنفكر بلبنانيتنا؟ مين؟ اي دولة بتقدر؟ اي دولة لما تكون متراس شعبها مع بعضه تقدر تتدخل بشؤونه؟ ولا حدا، ولا دولة بتقدر. ما بتقدر الا اذا بدها تيجي تطحنك عسكريا. مشان هيك يعني اقول فخامة الجبل تستطيعون سحقي ولكن لن تأخذوا توقيعي. شو هيدا الكلام؟ كان يقولوا هيك؟ لامتى بدنا نطلع من ذهنية الربح السريع اللي ما بيطلع الواحد قدام منخاره؟ لامتى بدنا نبطل نعتبر انه لبنان جبنة بتتقاسم بين الدول ونحن بنسمح لها هيدا التقاسم؟ هيدا المؤتمر هو دليل على ضرب السيادة اللبنانية كليا، مش لانه جاي موجه من السعودية، لا، حيلا دولة. اليوم اللي صار باليونسكو هو وصمة عار على كل مواطن لبناني. الممنوع يندق باتفاق الطايف. ما ورتنا، ما جاب لنا غير المشاكل اتفاق الطايف. ما اصلا مواد الدستور تبع الطايف كلها فايت ببعضها، وكل مادة بتلغي مادة تانية، وكله متناقض مع بعضه. عملوه قصد لحتى يتخلصوا من العماد ميشيل عون، وعملوا المرجعية خارج الحدود، كرسوا ارتهان السيادة رسميا ودستوريا بدستور. عملوه دستور الطائف، كرسوا التنازل عن السيادة اللبنانية. ليه؟ لأنه كل مشكلة كانت تصير لازم يكون في وصي خارجي علينا لحتى يحللنا إياها. وهيدا الدليل. اليوم مؤتمر اليونسكو هو من أجل تثبيت تكريس انتهاك السيادة اللبنانية شرعيا ولمرة نهائية. بدنا نقاوم هيدي الاشياء كلها سوا لحتى نصحح الوضع، ولازم نخلص من هذه المنظومه الفاسده. شو اجاكم من نبيه بري ومن وليد جنبلاط ومن سمير جعجع ومن نجيب مئاتي ومن سعد الحريري ومن رفيق الحريري ومن فؤاد السنيوره، من كل هذه القرطه الفاسده يلي ومجرمي الحرب اللي عفيوا عن حالهم سنه ال 91 ليسرقوك؟ شو اجاك غير البلا والشحار والتعتير؟ عم بيضحكوا عليك لحتى تضلك انت
مش واعي، بيقولوا لك ليك ايه قبل ثورة 17 20، ليك كيف كنا عايشين برخاء. لا، كانوا عم بفوتوك بالدهليز من سنة 92 وعم بيخلوا اللبناني غير منتج وعم بيسرقوك وعم بيعملوا ركبوا ديون عليك. انت وافقت على الديون؟ نعم انت وافقت على الديون اللي ركبت عليك. انت وافقت على السرعة؟ السرقة؟ نعم وافقت. تعرف ليه؟ لانك ما حسبتهم بصندوق الانتخاب. من 92 بعدك بتنتخبهم النزاتهم، يعني انت عم تجدد لهم لحتى يسرقوك. والظاهر انه في كتير من اللبنانيين او القطعان اللبنانية بتعشق يلي بيدعس لها رقبتها وبتعشق يلي بيسرقها. ولو فيك حس بالوطنية والمسؤولية كنت بتقله لزعيمك من وين جايب المصريات وليه اخو شليتي، منك شاغل، منك شاغل كل حياتك من وين جايب مصرياتك. هلا بيطلع حدا بيقول لي ايه مشيل عون من وين عمر بيته، بتحكيهم من الشرق بردوك من الغرب. يا اخي شو بدك مشيل عون؟ اعمل انت على زعيمك، روح اساله لاله، مش تشيل مشكلتك تديرها على غيرك وتحط المشكله بغيرك لحتى تبرر مشكله زعيمك. انت المسؤول عن كل اللي وصلت له. كيف بتقبل اصلا انت؟ على القليل نحن رفضنا، نحن كان عندنا الشرف انه نرفض اعتبارا من سنة 89 انه ننزل وتنهان سيادتنا، رفضنا ومارسنا دورنا بالرفض. انت كيف بتقبل؟ ليه كيف بتقبل اصلا امراء حرب يعملوا عفو عام عن حالهم؟ ولمقاس التهجير الدم اللي راح المذابح المجازر، وليه بترجع بتقبل بانه يعملوا عفو عن حالهم ويتنصبوا عليك زعماء يا اهبل؟ فاليوم اذا ما بدك تمشي بخطنا السيادة بتكون انت عم تودي لبنان للانتحار النهائي. ومؤتمر اليونسكو اليوم مثل حيالله مؤتمر بيدعي له اي سفير من دول خارجية، هو بمثابة اغتصاب للعروس اللبنانية رغم ارادتها، وتنازل تام وشامل عن السيادة. سراق مثل نجيب مئاتي طالع يحكي باتفاق طايف، طالع يحكي انه السعودية ما بتترك لبنان. سراق مثل السنيورة طالع يحكي اللي انت ما حسبته، ما هني عم يسرقوك وانت عم تجدد لهم، طالع يحكي باتفاق طايف وطالع يحكي ويتهم. ليش اصلا انتو نفذتوه يا بلا اخلاق؟ ما نفذوا لاتفاق طايف. مشان هيك المقاومة حتى بتكون مش بس بالعسكر، بالمقاومة بالمقاومة المدنية أو أقوى بكتير من مقاومة العسكر. المقاومة المدنية بتصير بعقلاتك لحتى تصير تفكر لبناني فقط وما تقبل كل هالخزعبلات تنفرض عليك. هيدا هو اللي كنت حابب أطلع أقوله. للأسف بدي أقول يا عيب الشوم، أمتى يا شعب لبنان بدك توعى على حالك وتعرف انك رايح سيئينك على الدبح وانت ما بتفتح تمك؟ لا مش ما بتفتح تمك، انت بتثبت لهم الطريق اللي جرينك فيه على الدبح، على الدبح المعنوي اكيد. مشان هيك نحن بنقول له لفخامة الجبل نحن معك لاخر نفس. نشوفكم اليوم الساعة 9:30 بتوقيت الجبل، انطرونا.